ماس ميديا مرحبا بكم الناس الكل في ماس ميديا. اليوم نحكيه على سبر الآراء السياسي اللي يعتبر تقليد جديد في تونس. في أول سبر آراء سياسي في تونس بعد 14 جانفي توصلنا إلى أن 42% من التوانسة اهتمامهم بالسياسة مناسباتي، 12% السياسة ما تعنيهمش، أكثر من 30% ما يعرفوا حتى حزب، 4% فقط منخرطين في الأحزاب، 41% من التوانسة يفضلوا النظام البرلماني. كيفاش جات هالأرقام وبأي طريقة وشكون هم التوانسة اللي سألوهم وجاوبوا ومن خلالهم النجم نحكموا على التوانسة الكل المصداقية والشفافية؟ شكون اللي يضمنهم في سبر الآراء السياسي وشكون اللي يحط الأسئلة وشكون اللي يسأل؟ في الحقيقة برشا غموض وعدم فهم عند برشا توانسة في عملية سبر الآراء، على عكس الأوروبيين اللي فاهمينها مليح ويتفاعلوا ويتجاوبوا معها لدرجة أنها ممكن تكون نتيجتها مصيرية وحاسمة في نتيجة عملية انتخابية معينة. اليوم باش نحاولوا نفهموا سبر الآراء السياسي في تونس من خلال استضافة مجموعة من المختصين والخبراء في هالمجال. Plus ou moins, un des trucs comme un des trucs, mais ça reste le seul critère avec pour le moment là, on a fait tourner ça, 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 مي نجمو ناخذوه بصبر الآراء. مونا في ثم حسب ما نعلم اني كل شيء بون، ثم حكايه الانترنت ولي جون ودي فما دي سيت وفما حتى معناها سور لو شون يسالوا العباد وسي دو سويت، مي تبقى ديما ناقصه. نتصور اللي مثلا ثم ناس مختصين يكونوا في صبر الآراء، تكون لي جون مختصه في صبر الآراء، بون هكا نجمو نوصلوا للمصداقيه معناها. والله نجم يتطبق ما لازم المصداقية، لا يحرر الأسئلة ولا يجاوب على الأسئلة، لا يحرر الأسئلة ولا يجاوب على الأسئلة. البعض من آراء المستمعين فيما يخص سبر الآراء السياسي اللي كيف ما قلت في البداية هو يعتبر تقليد جديد وماهوش مفهوم برشا وغامض إلى حد ما عند نسبة كبيرة من التوانسة. باش نحاولوا نفهموها الآلية هذه من خلال حلقة اليوم معنا مدام هنا شريف، مدير عام مكتب ميديا سكاي. مرحبا مدام. مرحبا بكم. مرحبا. إذن سمعت ذولي بعض من الآراء، سمعت اللي قلناه أنه سبر الآراء السياسي بصفة خاصة في تونس مازال مش مفهوم بالكده، كنت تعرفونا هكا بعجالة؟ الحاجة الأولى اللي نحب نقولها هو فما برشا حاجات في تونس مناش متعودين عليهم، وبشوية بشوية قاعد الشعب التونسي يتعلم فيهم. صبر الآراء من منذ سنوات قاعدين نعملوا فيه بطريقة علمية، لكن كنا نعملوا فيه حتى التوى للشركات. يعني شركة تحب تعرف المنتوج متاحها باهي عند ويتباع بالقدا ولا علاش ما يتباعش بالقدا، وإتان دوني اللي هما سبيسياليست يعرفوا اللي الطريقة اللي قاعدين نخدموا بها هي طريقة علمية وما يشكوش في هذا. وكيف ما قلت لك معناها صبر الآراء هذه حاجة قاعدين نعملوا فيها عنا برشا ميديا سكان تعمل فيها على الفيلة عندها 12 سنة داكوردو. توا نحكي على المستوى السياسي يا مدام هنا. على المستوى السياسي الطريقة العلمية هي بيدها. يعني الطريقة العلمية حتى في السياسة هي اللي يلزمها تستعمل وهي اللي قاعدين نستعملوا فيها. بقى النتائج السياسية ما عادش كما كنا قبل نعطيوهم كونش للسبيسياليست اللي يفهم، توا ولينا نعطيو فيهم للشعب التونسي الكل، الشعب التونسي العام. اللي فما شكون منهم يفهم، فما شكون منهم ماهوش ما يعرفش الستاتيستيك وما يفهمش، وهذه حاجة عادية. لا مانيير اللي توا لي بيرو ديتود اللي كنا نخدمو باش نجمو في السياسة باش نجمو نقولو النتيجة نتاع صبر الآراء تكون معمولة علميا وتكون نجمو نجمعوها على شعب عام، شعب تونس الكل. يلزمنا الشريحة اللي ناخدوها الألف ولا 1500 عبد اللي بشي جاوبوا على الكيستيونير يلزمهم يكونوا ممثلين لكل طبقات اللي موجودة في تونس. لا يزيم العمر، لا يزيم الجنس،
ليزي من الطبقات الاجتماعية وزيد زادة جيوغرافيكما وين يقنوا معناها كي ناخذ تاو كي ناخذ انا القلب نتاع شوسه وسط بلاد شوسه وسط بلاد شوسه ماهوش كيما يخموا في الجهات اللي دايرين بشوسه كودا ينجموا الكوديه يخموا بحاجه ديفيرونت من الوردانيين اتسيتيرا اتسيتيرا دونك باش نجم نقول اللي بالطريقة العلمية اللي نتائج نجموا نجمعوهم على الجمهورية التونسية الكل يلزمنا ناخذوا في الليشانتيون تاعنا في العبيد في 1500 اللي باش نسألوهم عبيد موجودين في البقايا في تونس الكل مزال باش تاخذ برشا توضيحات من عندك مدام هنا نحب نستقبل زميلك سي اقبال اللومي مدير عام الكا كونسلتينغ مرحبا سي اقبال مرحبا بك اذا سي اقبال كنت تسمع في مدام هنا شريف مدير عام ميديا سكان قالت اللي احنا قاعدين نطبقوا فيها هذه منذ سنوات الحكايه ماهيش جديده علينا لكن الفرق الوحيد انه كانت تعرض على المختصين سابقا ولا تعرض على عموم الشعب ما تشوفش انه فما فرق اخر مهم جدا في الحكايه هذه اذا كان نفترضوا انها هي مطبقه منذ سنوات اللي هو مناخ الحريه والديمقراطيه اللي تبدل في تونس لانه التونسي اللي كنت تساله في امور سياسيه قبل ثوره 14 جانفي كان عنده بعض التخوف والتردد وما يفصحش على كل ارائه بكل حرية وبعد الثورة ولا يعبر على رأيه أكثر ربما أقرب للواقع والقناعات متاعه ساعة خلينا نرحب مدام هنا مدام معك في تسمع فيك هي ما هديش نحوي لك الحمد لله يعيشك هذا بيه صحيح رأو الكلام اللي قلته أما حبيت أنا نوضح حاجة بركة مش نضيف على اللي قلته مدام هنا اللي بخلاف أحنا رأو اللي نخدمه في الصبر الأراء قبل ما عندها على المنتوجات ومعناتها وصبر اراء على الماركتينغ معناتها على تسويق التسويق قبل فما حاجه كنا نخدموا عليها قبل كان مسموح لنا باش نخدموا عليها قبل اللي هي صبر الاراء الاجتماعيه وصبر الاراء الاجتماعيه المنهجيه نتاعها زاد تتقارب برشا كان ماهيش هي بيتها مع المنهجيه نتاع صبر الاراء السياسيه خدمنا برشا معناتها سواء معناتها دراسات التوانسه كما مثلا من العرش نخدموا دراسات حتى الوزارات نتاعنا راهو خدموا قبل خدموا على مثلا تونسي والكتاب يقرا تونسي كتاب ولا لا علاش ما يقراش علاش يقرا اكسترا خدمنا قبل مثلا حتى للاتحاد الاوروبي اللي يجيو يخدموا على برشا على المجتمع التونسي ويفهموا برشا حاجات معناتها في المجتمع التونسي هذاك كله راهو صبر اراء معناتها هو الحاجه اللي تبدلت قبل 14 جانفي حاجه وبعد 14 جانفي انا واحد من الناس معناتها ما نكذبش عليك الحق خفت للتوانسه يتغلقوا على روايحهم شويه بعد 14 جانفي ولا يخافوا ولا يحكيوا اكسترا الشيء اللي صار اللي بالعكس معناها احنا تو لي زونكيتور نتاعنا قاعد ترى لاحظوا اللي العباد بالعكس ولات تحكي اكثر وليت عرفت احنا مثلا حاجه نقول لهم راهو شوف راهو الكيستيونير هذا راهو يدوم 30 دقيقه معناتها احنا نتستيو على التيران قبل ما نهبطوا معناتها على التيران نلقاو الكيستيونير ولا يقعدوا بال 45 دقيقه وبالساعه علاش خاطر العباد ولات تحب تحكي ولات تحكي في رايها وبالعكس معناتها هذه الكل ماشي في مصداقيه صبر الاراء اللي قاعدين نعملوا فيه حبيت نزيد حاجه اخرى ان صبر الاراء راهو مرتبط ياسر بالمده اللي احنا نعملوا فيها في الصبر هذيك اش معناها؟ معناتها مش كيما تعمل صبر اراء في اول مارس مش كيما تعمل صبر اراء في اخر مارس هذه تصويره ناخذوها احنا والتصويره هذه مهمه جدا تو سورتو معناتها في الاوضاع الحاليه نتاعنا باش نفهموا المواطن التونسي التوندون جينيرال معناتها عامة العبيد والماشيين تو الناس كل احنا ولينا فما نموذج جديد في تونس كان نقولوها معناتها هكاك الشعب يريد حاجه من حاجات اي باهي احنا مثبتين اللي الشعب الكل يريد الحاجه هذيك باش نثبتوها لازم فما صبر اراء يصير باش نعرفوا اسكو احنا اللي نحبوه ماشيين معناتها في التوندون جينيرال ماشيين مع الاغلبيه نتاع المجتمع التونسي ولا احنا مع الاقليه وكهو باهي سي اقبال سامحني حاب نسالك انا على حاجه باش تعرف اذا كان الشعب وين ماشي وشنو اللي يحب وشنو ما يحبش ما انتم من خلال مجموعه من الاسئله تحضروها كيفاش تحضروا الاسئله بالاعتماد على شكون تشاوروا معش صحفيين سياسيين في مع الموضوع على صبر الاراء السياسي معناها شنو المعايير نتاعكم في اعتماد الاسئله معينه الاسئله كيفاش نحضروها به الاسئله ساعه تتحضر على حسب كما قلت لك الوضعيه العامه اللي موجوده تو
معناتها الاشكاليات اللي موجودين توا معناها مش كيما الاشكاليات اللي موجودين في شهر مارس مثلا. وجيت فتره اسكو يقعد محمد الغنوشي اسكو معناتها نجيبوا وزير اول واحد اخر كيما توا مثلا. السؤال اللي يطرح نفسه اللي مثلا التوانسه ماشيين اكثر مع الايكيا مثلا ولا مع دوله مبنيه على الدين. معناها هذا كله بالطبيعه منين باش ناخذوا احنا المعلومات والاشكاليات اللي موجودين هذوما؟ ناخذوا المعلومات والاشكاليات اللي موجودين بالاتصال بالاحزاب السياسيه، بالاتصال بالصحفيين بنا احنا زاد كيف كيف معناتها فما حتى جلسات عمل عملوهم مع المواطنين بصفه عامه. احنا قبل توا الكاد كونسلتينغ مثلا عملت صبر اراء من 5 ل 18 مارس هكاك. صبر الاراء هذه قبل ما نعملوها عملنا جلسات عمل مع المواطنين بيدهم فهمني. سالناهم شنو هي الاشكاليات اللي انتم تتعرضوا لها؟ شنو هي الاشكاليات اللي تونس تتعرض لها حسب رايكم توا؟ شنو هما الاولويات اللي لازم معناتها تكون موجوده للحكومه الحاليه؟ شنو هو النظره المستقبليه نتاعكم؟ معناها حتى المواطنين لازمنا نشركوهم في الكونستركسيون دو كيستيونير كما نقولوها معناتها بناء لوتي اللي باش نستعملوه للقياسات معناتها للمزور نتاع النتائج اللي باش نلقاوها من بعد. واضح. مدام هنا الشريف، مدام هنا وي نحب نسالك توا لي زونكيتور اللي تخرجهم الشباب واللي يمشيوا يسالوا الشريحه اللي اخترتوها فيما يخص قضيه سياسيه معينه، شنو هو المواصفات باش يولي اونكيتور؟ على اي معايير تعتمدوا؟ على المية في الشخصيه نتاعو؟ فما برشا حاجات نجربوا بهم. اول حاجه ميديا سكان كما قلت لك عندها 12 سنه اللي في عندنا مجموعه من الشبان اللي يخدموا معنا ديما يعني بالتجربه وبالاكسبيريونس ولاو يعرفوا كيفاش يسالوا العباد. جينيرالمون يلزمهم يكونوا عندهم نيفو نتاع قرايه يونيفرسيتير. الاختصاص مش مهم. هذا مهم. الاختصاص والاختصاص مهم. مهم على شنو قرا؟ نعم سامحني. اختصاص شنو قرا مهم ولا لا؟ لا الاختصاص انت وال المشكله اللي باش تطرحها في السؤالات نتاعك. يعني توا في بيسكو نحكيو على السياسه ما نجمش انا نبعث واحد انكيتور يسال توانسه اسكو تخير شنو تحب في الكونستيتيوشن يتبدل اسكو لارتيكل 1 يتبدل ولا لا. كان هو ما يعرفش لارتيكل 1 وما نجمش يفسره. لو كان باش نسالوا انت اكثر ليبرال ولا شيوعي ولا سوسياليست يزمو هو بيدو يفهم. وباش نجمو نعملوا هذا نعملوا لهم دي فورماسيون برشا مرات خاطر حتى من هذوما السؤالات جدد لي زونكيتور نتاع العباد الكل. دونك نعملوا لهم فورماسيون الاولى ونزيدوهم فورماسيون واحده اخرى ونخرجوهم سور تيران باش يعملوا اكسبيريونس ونشوفوهم كيفاش يسالوا سؤالات يسالوا فيهم بالصحيح ماهمش يسالوا فيهم بالصحيح. وبهذاك تنجم تعمل السيليكسيون تاعك تشوف انا هو لونكيتور اللي يسال بالكدا وفاهم الموضوع اللي هو قاعد يسال عليه والا لا، واللونكيتور اللي تلقاه ماهوش فاهم وقتها اون ليليمين. يعني فما بروسيسوس كامل باش نوصلوا حتى اللي نفورميو ليكيب نتاعنا. نرجع للي قالوا سي قبل كو جو بارتاج توتالمون سون بوان دو فيو. قبل افكتيفمون ما نعملوا ان كيستيونير يا اما نشوفوا افيك دي اكسبير في السياسة وإلا فما توا تبارك الله برشا جمعيات تكونوا اللي هما اون كونتاكت زادة مع المواطن التونسي ويعرفوا شنو هما المشاكل ولا شنو هما الحاجات اللي توا التوانسة يخموا فيها ويحبوا يعرفوها. معاهم هما نقرروا شنو هما السؤالات اللي نجموا نطرحوهم في الكيستيونير وفي الانكيت نتاعنا. مدام هنا شريف من ميديا سكان وسي قبل اللومي من الكا كونسلتينغ، رجاء تقعدوا معنا باش نكملوا الحديث نتاعنا خاطر بعد شويه باش نستقبلوا الدكتور امين محفوظ، هو قانوني وعضو لجنه الاصلاح السياسي وعنده ما يقول وعنده وجهه نظر نتاعو فيما يخص صبر الاراء السياسي في تونس. لحظات بيبليسيتي ونستقبلوا الدكتور امين محفوظ.
الله ينجم يطبق ما لازم المصداقية، اللي يحرر الأسئلة واللي يجاوب على الأسئلة.